مؤسسة بريد الجزائر بالأغواط وتماشيا مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال استحدثت فضاء جديد للموزعات الآلية للنقود، مما سيساهم مستقبلا في التخفيف من الضغط الحاصل على الشبابيك البريدية لا سيما أثناء صب الرواتب والمعاشات. تنفيذا لتعليمات السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسيد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، قامت مديرية الوحدة الولائية لبريد الأغواط بوضع حيز الخدمة الفضاء الحر للموزعات الآلية الأوراق النقدية الذي يعمل على مدار 24 ساعة على 24 ساعة. جديد مؤسسة بريد الجزائر لقي استحسانا كبيرا أوساط الزبائن. قدمت الحالة خير من اللي كنا البر السمش والبرد ولا سيكوريتي كانت ما كانش، اليوم رانا اون سيكوريتي. الله تتعمم على جميع مراكز بريد ولاية الأغواط، بالإضافة كذلك البنوك تعمم هذا الموزعات يكونوا ثلاثة كما هك، يعني تخفف على المواطنين الضغط في احنا في فصل الحرارة. بناء مؤسسة البريد تزيد تكثف من هذه المبادرات، راهي مبادرة مليحة تخدمهم هما وتخدم الشعب. كما ساهمت استراتيجية القطاع في تزويد المكاتب البريدية وبعض الفضاءات الصحية والتجارية بالموزعات الآلية للنقود. زيارة السيد الوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سنة 2022 إلى ولاية الأغواط، استفادت الولاية من 18 موزع آلي جديد، وهذا ما ساعدنا في تقديم خدمات ذات نوعية وجودة عالية لفائدة زبائننا الكرام. تبقى تراهن مؤسسة بريد الجزائر بالأغواط على المضي قدما لتحسين وترقية مستوى الخدمات البريدية المقدمة.